كنتسناو بفارغ الصبر اننا يجينا شي اخبار يكون تفرح. اللي بغيت نقول هو الاخبار ما كانش مفرح. السلام عليكم الساق وعشيق الدرجة النارية. اليوم غادي نهضروا على هذا الموضوع هذا اللي غادي يكون خارج على نطاق الدرجة النارية، وغادي نهضروا على ولد قرية وعلى الحكم تاعو اللي تحكم عليه اليوم، واليوم غادي تعرفوا كل شيء. بالنسبة للفيديو اللي ضرب 16 مليون الأقل من شهر واللي كان الإعجاب أكثر، الإعجاب الكثير من الشعب واللي كان في الطندور شي 3 أيام، واللي أول مرة كيدخل القناة مستناو يشارك ويدق على الجرس باش يوصلوا كل جديد. قناوي كان مريح في الدار، جاو اعتقلوه بسبب اللايف. اللايف اللي دار اللي كان تيعبر فيه على داك الشيء اللي وقع ليه، اللي تيقول هو تهان، فهمتيني؟ كان وقعت ليه اهانه من الشرطه، وقفوا عليه وتيقولك علاش يوقفوا عليا ويديو ليا ديالي ويهونوني ويشتموني وكذا. هي كانت بواحد الطريقه اللي هو كان منيرفي. بوليس اكسيو بوليس اللي واقفين عندنا، شنو خدامي دابا شحال الساعه الربعه؟ كل واحد يوم مرشوك. علمتم عن تضامنكم، ولكن نريد أن نعرف البداية ما هو وضع زميلكم؟ هل هو في السجن؟ هل سيبقى هناك؟ هل سيخرج؟ ما الذي في حاله يقال؟ بالنسبة لأخونا القناوي تم اعتقاله كما يشيدون بأنه تم اعتقاله على اللايف. اللايف الذي قام به القناوي كان قديما، وتمت متابعته بعد قيام ضجة إعلامية لنا على القناوي، لأن قلنا كلمة الحق في عاش الشعب. قناوي بعام عام عام و500 درهم، شي راه ماشي معقول. اقصى عقوبه راه ما يمكنش. قناوي دوك خوتي راه ضربوه بعام. ربي، وحنا هنايا كنتسناو بفارغ الصبر اننا يجينا شي اخبار يكون تفرح. اللي بغيت نقول هو الاخبار ما كانش مفرح. تحكم بأقصى عقوبة اللي هي عام و500 درهم كفالة. أنا كيجيني السيد تظلم، علاش؟ سبان وسكران، تسمع الفال، سبان تيسب وفقد الوعي. كيما كنشوفوا كيما شفنا الحكم كان حكم انتقامي، حكم ظالم، حكم اللي أبسط حاجة نقوله بأنه حكم انتقامي ب 100%. علاش هذا السيد هذا يتعتقل بالطريقه هذه؟ علاش يتم المساءله ديالو والمحاسبه ديالو بهالطريقه هذه؟ السيمو القناوي تبقى مغني من المغنيين اللي رموز الفساد اللي كينهبوا مال العام. هذوك هما اللي خصهم يعتقلوهم، وهذوك اللي قالوا مع اياب في ايران عفى الله عما سلف، اللي سرقوا صندوق الضمان الاجتماعي وسرقوا القرض الفلاحي وسرقوا صندوق التقاعد، هذوك هما اللي خصهم يكونوا بالحبس، ماشي السيمو القناوي. هادي شي مدة نص ساعة ولا 20 دقيقة، مفاده أن تم تجميد أي حركة موسيقية ديال الراب، أي تجمع فيه الراب، وأي حفلة فيها الراب. هاد الأيام كلها حتى نمر راس العام عاد تناقش هاد الحاجة هادي مأكدة 100%. والسبب شنو هو؟ أننا فقط كنملوا الراب. بالنسبة للخلاصة تاع هادشي، بلا الناس سيمو القناوي ضربوه بعام تاع الحبس وب 500 درهم غرامة. وبالنسبة غادي تخليو ليا في الكومنتير شنو بان لكم في هذا الحكم وهذا البلان هذا، واللي أول مرة كيدخل القناة مستناو يشارك ويدق على الجرس باش يوصلو كل جديد. وبالنسبة دابا للمغرب، يعني ملغية أي تجمع فيه الراب وأي فيستيفال فيه الراب دابا، يعني ممنوع دابا في المغرب على ما يفوت رأس السنة.